السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في فيديو خفيف نشرح فيه ونجاوب على عدة الأسئلة لمتابعين صفحة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني السياحة في الفلاح بولاية سديكدة. اليوم راح نتطرق إلى دورة سبتمبر 2023 والتسجيلات اللي راها مفتوحة من 15 جويلية إلى غاية 30 سبتمبر 2023 في نمطين، في نمط التمهين ونمط الحضوري. فيما يخص نمط التمهين، فندق إطعام خيار فن الطبخ اللي راح يقرأ بتناوب يعني بالمعهد وبالمؤسسة الفندقية أو مطعم. فندقة في النمط الحضوري فندقة خيار تسير إدارة الفنادق وفرع منتدب تجميل وحلاقة بمركز عيسى بوكرما بولاية سديكدة، يعني تقني سامي بهذا التخصص. اليوم راح نجاوب على عدة أسئلة ليطرحها طالبي التكوين عبر موقع التواصل الاجتماعي وعبر صفحتنا وعبر البريد الخاص بالصفحة. فيما يخص بعض الأسئلة، السؤال اللي راح نجاوب عليه الأول هو حول المعهد. فيما يخص المعهد، هو معهد يعني تابع للدولة، تابع لوزارة التكوين والتعليم المهني، يعني معهد تابع للدولة ليمنح مستوى خامس يعني تقني سامي. شروط الالتحاق به هو سنة ثالثة ثانوي جميع شعب مقبولة. فيما يخص موقع المعهد في حد ذاته، موقع المعهد في حد ذاته يوجد عبر بلدية فلفلة ولاية سديكدة. يعني فيما يخص الموقع تاعو سهل جدا، عليك تقدر تروح تبحث في جوجل، تكتب معهد وطني متخصص في التكوين المهني السياحة فلفلة، راح يخرج لك الموقع بالضبط، او عبر عبر جوجل ماب تكتب معهد الوطني متخصص في التكوين المهني السياحة، راح يخرج لك مباشرة. او تقرب الى محطة حافلات البودية، فاحتركب في حافلات نقل بلدية فلفلة، راح توصل مباشرة، راح تنزل في بلدية فلفلة. يعني كاين موقع حافلات موجود في بلدية فلفلة، راح مباشرة راح تسأل أي شخص موجود أمامك، راح يدلك مباشرة على المعهد الموجود أمام يعني بجانب مكتبة بلدية فلفلة وأيضا حضانة فلفلة وخلف يعني أو بجانب عمارات تابعة لمركز أو معهد تكوين البترول. راح تجد مكتب استقبال وتوجيه، راح تجد مباشرة راح تجد مكتب يعني مستشار التوجيه، راح يرافقكم وراح يشرح لكم التخصصات. وأيضا يمكنكم أن تذهبوا يعني أو تروح مباشرة إلى موقع التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال راح ندخل مباشرة إلى الفضاء الأزرق، موقع التواصل الاجتماعي، راح نكتب المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني السياحة، راح تخرج لكم صفحة المعهد اللي راح تجد فيها كل المعلومات المتعلقة بالتخصصات. التخصصات فيما يخص الإعلانات، راح تجد أيضا شرح التخصص. على سبيل المثال فندقة إطعام خيار فن الطبخ، راح تجد التخصص، تدخل مباشرة راح يشرح لك التخصص، تجد عدة فيديوهات تشرح هذا التخصص. أيضا راح تجد الإعلان المتعلق بدورة سبتمبر 2023 والشروط. على سبيل المثال مستوى ثالث، مدة التكوين، نمط التكوين، أيضا امتيازات اللي توفرها يعني قطاع التكوين المهني، وأيضا المؤسسات التكوينية لطالبي التكوين، أو أيضا السن القانوني. السن القانوني في التمهين هو 35 سنة، ما في الحضوري لا يوجد سن. أيضا فيما يخص المستوى المطلوب، وأيضا فيما يخص الوثائق اللازمة لعملية التسجيل. أيضا فيما يخص بعض أسئلة لدائما يطرحها طالبي التكوين، هو فيما يخص هل أنه يدفع الملف أو يسجل مباشرة عبر الإنترنت. أول شيء راح تسجل تسجيل أولي عبر منصة مهنتي، راح يدخل ديريكتومو لصفحة المعهد، راح يلقى رابط مباشرة، راح يروح إلى صفحة
منصة مهنتي، راح يدير التسجيل الأولي يعني عادي جدا، راح يتبع الرابط، رابط مباشرة يعني مثل العملية اللي قامكم فيها أمامكم، راح يدخل للرابط وراح يتوجه إلى هذه الواجهة. يقدر يخير على سبيل المثال باللغة الفرنسية أو اللغة العربية، وراح يروح للقائمة، راح يدير تسجيل، راح يشوف عروض، يستطيع يشوف عروض على عروض جميع الولايات، أو يدير تسجيل مباشرة ويبحث عن التخصص تاع الولاية أو المعهد اللي راح يبحث عنه. راح يخرج لكم واجهة فيها قائمة، قائمة راح يخرج الحضوري التمهيد يعني حسب النمط اللي راح يسجل فيه طالب التكوين، يعني راح يخرج له نمط، راح يدخل المعلومات تاعو الأولية يعني الاسم، اللقب، تاريخ الميلاد، اللغة العربية وباللغة الفرنسية وكل المعلومات، وراح يخير الولاية والتخصص التقني سامي، راح يخرج له هاي مباشرة، هاي على سبيل المثال نعطيكم، راح تلاحظوا مباشرة عندك حضوري أولي اللي راح على سبيل المثال راح يسجل إدارة فندق، راح يدخل التسجيل ويدخل يبحث مباشرة تكوين مهني متواصل، دروس مسائية، يعني كل الأنماط اللي يمنحها أو يفتحها التكوين المهني. على سبيل المثال هندخل فورماسيون بار اكزومبل بار ابروتيساج، يعني تكوين عن طريق تمهيني، يفتح حال معهد فاتح تخصص الفندقة، الإطعام، خيار فن الطبخ. على سبيل المثال كان هناك بعض الأسئلة راح نجاوب عليها مباشرة فيما يخص عملية التسجيل، هل المتمهن راح يشوف مكان يدير فيه التربص تاعو، يعني مكان أو منصب تمهيني راح أو مؤسسة اللي راح يتمهن بها، أو يروح يسجل مباشرة. أول شيء باش يسجل عبر تسجيل منصتي لازم يبحث، راح يروح للمؤسسة اللي راح المؤسسة راح يعطي الأوراق البحث عن منصب تمهيد، أو التوجه مباشرة إلى صفحة المعهد المناصب التمهيد تفتحها المؤسسة، معهد بالتنسيق مع المؤسسة الفندقية والسياحية، ويروح يدير مقابلة يعني صغيرة مع المؤسسة الفندقية. إذا قبلوه راح يسمي له أوراق تاعه، راح يجيب العقد التمهين تاعه ممضى من طرف المؤسسة الفندقية، بالإضافة إلى بطاقة معلم التمهين، راح يسجل ومباشرة راح يروح للتسجيل الإلكتروني ويسجل، لأنه راح تضع مكان اللي راح تتربص فيه. هذا هو الفرق بين الحضوري والتمهين. في الحضوري تسجل مباشرة بعد، يعني لأنك راح تقرأ عامين وست شهور الأخرين راح تدير الستاج، أما الحضوري التمهين عفوا هو راح يحط مكان التمهين في حد ذاته، بعدها راح يكمل الملف اللي موجود، شهادة ثالثة ثانوي، شهادة التسجيل يعني يكون الختم تاعها، يعني التسجيل تاعها يكون جوان، يعني جوان باللي قرا حتى ثالثة ثانوي عنده المستوى كامل، ويكمل يعني كل الملف، وراح يتوجه الى مكتب الاستقبال ويسجل يكمل التسجيلات تاعو، يعني فيما يخص هذا التسجيل. ايضا فيما يخص ايضا بعض الاسئله اللي يطرحها بعض الطالبين التكوين فيما يخص مناصب التمهيد، يعني انا سبيل المثال نوضح لكم صوره فقط، انه هناك يعني جميع مناصب التمهين، لأنه فيما يخص عملية البحث عن مناصب التمهين وبالتنسيق مع مؤسسة الفندقية، راح تدخل مباشرة الإعلانات الموجودة، تلقى التخصص، شرح التخصص، وأيضا شرح نمط التمهين باش تفهموا أيضا التمهين ونمط التمهين والفرق بينه وفائد الحضوري، يعني فيما يخص المنشورات الموجودة حتى
قربت من الفكرة. أيضا تقدروا تشوفوا أيضا البطاقة الوصفية للتخصصات لشرح فيها سبيل المثال الحضوري، وأيضا شرح أيضا فيما يخص التمهين، يعني فيما يخص الشعب المهنية، التسمية، أيضا المستوى، وأيضا وصف التخصص، وأيضا المهام الأساسية للمتمهن أو المتربص يعني بعد نهاية هذه الدراسة، وأيضا الفرص ليقدر عند نهاية التكوين راح يلتحق بأماكن العمل في حد ذاته. راح نحاول نشرح كل تخصص على حدة باش نحاول أنه نقرب الفكرة. أيضا هنا فيما يخص أيضا هناك فقط فيما يخص مناصب التمهين لتوضيح فقط هالفكرة باش توصل أنه هنا سبيل مثال مناصب تمهين، هناك خريطة مناصب تمهين، يعني فيما يخص خريطة مناصب تمهين هناك عدة مناصب. على سبيل المثال هناك 20 منصب تمهين بالإضافة إلى فندق بوغارون، وأيضا فندق أرياسكي، يعني 23 منصب بيداروجي لحصيلة نهائية للبحث. هناك فندق المنظر الجميل اللي تمت برمجة مقابلات يعني مباشرة مع غالبية التكيين، وتم يعني تسجيل كل هالمناصب. أيضا فيما يخص هناك فندق منظر الجميل، فندق ليلى زكية، فندق البحر الأبيض المتوسط، فندق المدودة، فندق أيضا تيتاني، فندق فينيريا لتكمل أيضا عملية المقابلة، مثل فندق سلام، فندق مدودة، أيضا مطعم البحر لأسطورة. ما عليكم إلا فقط تحملوا ملف التمهين، يعني تحملوا ملف التمهين راح تقرأ كل المعلومات المتعلقة، راح تحمل ملف التمهين، وبالإضافة إلى معلم التمهين، يعني على سبيل المثال درك كي تدخلوا الصفحة تاع المعهد راح تتابعوا أنه كل يوم نحط لكم مقابلة مباشرة باش نقربوا الفندق لطالبي التكوين، ونحاول نسهلوا ومرافقة الشباب وطالبي التكوين. عندك عدة، على سبيل المثال اليوم داروا مقابلات بكل من فندق سلام، وأيضا من فندق مدودة، لفندق مدودة كما موضوع يعني في الأخرى يوم الاثنين 11/23. غدا إن شاء الله هناك عدة مقابلات، منها فندق بالقل، فندق بوغارو كما موجود في الإعلان، موجود في الإعلان أنه نحمل عقد التمهين، وأيضا عقد التمهين، وأيضا راح نروح الرابط تاع العقد ونحمل بطاقة معلم التمهين، راح ندير نسخ وروح مباشرة ندير مقابلة مع معلم مع أيضا مع فندق في حد ذاته. أيضا هناك فندق آخر غدا المقابلة هو فندق أرياسكي أيضا بالقل، راح نروح فندق أرياسكي بالقل، راح تلقاو كل المعلومات المتعلقة. الوقت الساعة من الساعة يعني يوم اثنين يوم الثلاثاء من الساعة 8 الساعة 12 زوالا، وراح نقوم يعني كل يوم بوضع يعني الفنادق ونسبة يعني نسبة أو عدد المناصب اللي تبقى باش نقرب فكرة لطالبي التكوين. وهذا يعني فيما يخص بعض الأسئلة اللي يطرحها يعني متابعي التكوين. فيما يخص يعني هناك بريد يعني الصفحة أو لأي معلومات يمكنكم أن يطرح بعض الأسئلة والإجابة على تساؤلاتكم، كما يمكنكم أيضا تقرب إلى جميع يعني صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بالنسبة سواء يوتيوب أو إنستغرام أو تويتر أو حتى قناتنا عبر 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 اليوتيوب. إذن إجابة على بعض الأسئلة اللي يطرحها متابعي وأيضا طالبي التكوين فيما يخص الإقامة في نمط التمهين، يعني إقامة غير موجودة في نمط التمهين، لكن هناك بعض الفنادق كفندق المنظر الجميل، أيضا فندق مدودة، أيضا فندق الباخرة بفلفلة، أيضا فندق تيتانيك، وأيضا فيما يخص بعض هناك فنادق من توفر الإقامة للمتمهنين، راح يقيم بالفندق، وأيضا في نفس الوقت راح يتربص يعني فترة التربص تاعو بالفندق. أيضا هناك بعض أسئلة أو يرد يعني طرح بعض الأسئلة، يمكنكم يعني طرح
طرحها عبر بريد الصفحة أو عبر الإيميل المعهد، أو أيضا تقرب لمكتب الاستقبال والتوجيه بالمعهد. كما يمكنك أيضا زيارة جميع يعني روابط وصفحات المعهد من قناة المعهد نسف بي في الفلاتوريزم تي في بيوتيوب. راح تجدون عدة يعني فيديوهات تشرح يعني موقع المعهد، التخصصات المفتوحة، وأيضا الفرق بين نمط التمهين وبين نمط التمهين والحضوري، دفتر التمهين يعني فيما يخص المتابعة، يعني فيما يخص عدة يعني فيديوهات يعني راح تشرح وراح تقرب الفكرة أيضا أكثر لطالبي التكوين. أيضا كما أيضا يمكنكم يعني اللوج يعني عبر سواء عبر فيسبوك أو عبر منصات يعني فيما يخص عبر يوتيوب على سبيل المثال فيسبوك وإنستغرام وتويتر، أو طرح يعني كل يعني راح يقوم بخليط إعلان بإجابة على جميع تساؤلاتكم، ونتمنى التوفيق لجميع طالبي التكوين، ونرحب لكم بالمعهد الوطني المتخصص في نهاية السياحة الفضلة. شكرا لكم على الاستماع وعلى المتابعة. شكرا، إلى اللقاء.